الشيخ الألباني رأيته كده يشير بأصبعه حركة خفيفة مرة، حركة خفيفة. الشيخ في الأشرطة إيش يقول؟ يقول حركة ليست بخفض ولا رفع ولا يمين ولا يسار، حركة خفيفة زي كده. قلت له والله يا شيخ أنا سمعتك في الدرس لكن ما صورت الحركة بهذه الصورة، حركة زي كده. قال لي الله يوفقك، الحمد لله. لا ما هي كده ولا كده ولا كده، كده حركة خفيفة. طبعا هي اليد تكون كده، شوف أصلا اليد كده أو كده، فغصب راح تجي شوية مايلة، لكن أنا بس أبغى أوريك الحركة كيف تبدأ. يعني هي اليد الآن إما توضع كده أو توضع كده في الأصابع، هي تحطها فغصب لما تحطها على فخذك تجي شوية مايلة، هي كده حركة خفيفة إن شاء الله. خلاص.